السلام عليكم. اليوم غادي نتعرفوا على توستر الفيس ليفت 2021. غادي نكتشفوا الموتوريزاسيون ديالها كالعاده ونكتشفوا باقي لي زيكيبمون اللي فيها. فبقاو معايا. شرف لي الا خليتوا لايك سبسكرايب. نتوكلوا على الله. داسيا دوستر الخوز كتخرج بجوج تاع لي موتوريزاسيون، ال ان 5 دي سي اي 85 شوفو وكاينه تاع ال ان 5 دي سي اي 110 شوفو. الكاربيرون الخود ديزل بويسونس فيسكال 6 على شوفو، بويسونس ريال كاينه تاع 85 وكاينه تاع 110. البواط فيتاس كتخرج مانيول وكاينه الاخرى اوتوماتيك. نومبر درابور تاع 85 فيها 5 وتاع 110 فيها 6 تاع لي رابور. الفيتاس ماكسي تاع لا شوفو دي تاع 85 شوفو كتوصل ل 155 كيلومتر بارور، والاخرى تاع 110 كتوصل ل 185 كيلومتر بارور. مزيانه كبويسونس. الكونسوماسيون ميكس 5.1 لتر في كل 100 كيلومتر. الايمونسيون تاع السي او 2 135 غرام في كل كيلومتر. الطوموبيله كتنتمي للكومباكت كروس اوفر اس يو في. فهاد الفئه هادي نقدر نقول لك بهاد الموتوريزاسيون بهاد الحجم تاع السياره هادي، فنقدر نقول لك هادي هي الفئه اللي كتستهدف، الفئه اللي كتقلب على ليكونومي، ما بغاتش شي حاجه غاليه وبغات واحد الموتوريزاسيون اللي معقوله نسبيا مع الحجم تاع السياره. داسيا دوستر خارجين فيها حاليا جوج موديلات، موديل 2010 وموديل 2017. 2021 طرات على الموديل تاع 2017 فيس ليفت، يعني تعديل من حيث الشكل الخارجي وبعد لي زوبسيون اللي كاينين في السياره. كتخرج بثلاثه تاع لي فيرسيون، ايزونسييل الكونفور والبريستيج. دوستر 2021 فيس ليفت تبدلات نسبيا مع الموديل تاع 2017. الكالوندر ديالها كيف ما كتشوفوا جات ديزانسيغ كرومي، جاو شكل 3 دي. كذلك لي زوبتيك ديالها جاو اكلاراج ليد فيهم سيليمينوز، جات على شكل حرف ايكغيك. البارشوك ديالها الباكيت ولا طالعه شي شويه، ولات اوفغون في البارشوك باش تدخل التهويه بشكل كافي للمحرك. جاو لي فاغون تيبغويا انتيغري في الباكيت ديالها. من البروفيل ديالها عندك لي جون تاع 16 وتاع 17. تاع 16 كيجيو الياج وكاين ديزاين اخر في لي جون ديالها تاع 17. كيف ما كتشوفوا هنايا انستراكتور كي سيباري بين لي زيل اللي جاوا ميسكولي والباب ديالها. كذلك عندك لي مارش بي كيجيو اختياري على حسب الفئه اللي اختاريتي وان فيرسيون اختاريتي. لي روتروفيزور كيجيو غابطابل ريغلاج الكتريك. كذلك عندك لا باغ دو توا جات فهاد اللوك هكذا، وعلى حسب الفيرسيون اللي اختاريتي واش الايزونسييل ولا الكونفور ولا بريستيج. ابتداء من البريستيج يكونوا لي باغ دو توا. وكذلك لا مارش بي كيجيو دي بحال قلتي دي زانسيغ تاعهم. من الخلف ديالها لي زوبتيك ديالها كيف ما كتشوفوا جاو اكلاراج ليد وجاو فهاد الشكل هذا، جاو على حرف ايكغيك. انا نوريهم لكم في صورتها بالليل، ما بقاش ديك زائد. كذلك الباكيت ديالها ولا طالعه شي شويه. سيستم ديكزوست ديالها جا ستاندر كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، وعلى حسب الفئه اللي اختاريتي لها البريستيج كتكون لوك اخرى ماشي غير هادي. فيها لي غادا غادو ستاسيونمون، الكاميرا دريكول. كذلك عندك الكوفر ديالها كيس تقريبا 473 اترو، كبير بزاف. زائد عندك لي بونكيت اغيار غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. جات فيه الاضاءه كذلك وكبير ما شاء الله. داسيا دوستر 2021 اجي نشوفوها من الداخل ديالها. في الحقيقه الخوت ما كاينش شي تغيير كبير من ناحيه الكراسي الخلفيه، تقريبا في نفس بحال الفئه الاولى تاع 2017. عندك فيها جوج البريزات تاع اليو اس بي. كذلك البون تاع ترانسميسيون ما كيديرونجيش الناس اللي يجلسوا في اللور. هذا كراسي خلفيه. من القدام ديالها عندك لي فيتر الكتريك كومون توتال تاع الكونديكتور. عندك مساحه تخزين اضافيه، سيستم سونوريزاسيون. الكراسي الاماميه ديالها جاو كونفور كيتسموا ارغونوميك، جاو في اون تيسيو ما كاينش شي تغيير. الفولون ديالها ريغلابل افون اي بروفوندور، الهوتور اي بروفوندور. جا ملتي فونكسيون كتحكم في الكوموند ديال يعني في الاورديناتور دو بورد ديالك. وعندك ايكرون تاكتيل 6 بوس فيها دي زابليكاسيون. دابا نشوفو هادشي من بعد وشنو نقولك. عندك كليماتيزاسيون اوتوماتيك، عندك ستوب ستارت ايكو ديماراج سون كلي. كذلك فيها بزاف هادشي اللي تبدل فيها بزاف. عندك جوج بريزات تاع اليو اس بي، عندك اوكسيلير مساحه تخزين، والبوت فيتاس مانيوال، وكاينه اوتوماتيك كتجي 5 تاع لي رابور في 85 شوفو، كاينه تاع 6 تاع لي رابور في 110 شوفو. اكو دوا سونترال
عندك فيه مساحة تخزين ليميتور دو فيتاس فرنا ما مانيول مساحة تخزين إضافية في البوطاغو هنايا وجات فيها الإضاءة فوالا الأبيتاكل ديالها جا في هاد الشكل هكذا والماتيار اللي كانت تما بلاستيك البلاستيك رطب شي شوية ك الجودة ديالو فوالا إيكرون تاكتيل 7 بوس فيها لي زابليكاسيون كومباتيبل مع الأندرويد فيها نافيغاسيون جي بي إس الخوت كتجي باك فهاد الباك كتزيد تقريبا كتشري داك الباك على البري تاع زائد البري تاع الطوموبيل فيها باك سيتي باك يوربان كل باك وشنو فيه فيه دي بحال سي باك فيه لا سيكوريتي فيه الكاميرا دو ريكول اللي غادا من القدام ومن اللور وفيه نافيغاسيون جي بي اس وكاين باك اخر نسيت لي ديتاي اللي فيه دابا نوري لكم دابا نقول لكم من ناحيه السيكوريتي فيها لي زير باك فرونتو لاتيرو والسيستم دو فريناج فيها الاو اس بي و هذا اهم حوايج كاينين من ناحيه لا سيكوريتي فوالا فيها لي بارامتر كتشوف في ليكرون ديالها لي بارامتر تاع الطوموبيل تاع الفيكول يعني لي طا ديالها الموتوريزاسيون ديالها فيها الراديو الميديا كذلك كتكونيكتا مع التليفون يعني الاندرويد و هادو اهم الحوايج كاينين في دازيا دوستر 2021 فيس ليفت تاع الموديل 2017 كاينين فيها ثلاثه لي فيرسيون قلت لكم ايزونسييل كونفور والبريستيج هادي نقول لكم الاسمنه ديالهم دابا وكل واحد عنده الحق يختار الفئه اللي عجباتو الموتوريزاسيون اللي عجباتو وكاينين دي كريدي انترن تاع رونو داسيا كيتسمى كريدي ار سي اي كيقدروا يعطيو كريدي غراسوي عندهم كريدي غراسوي بين قوسين وكل واحد على حساب الاهتمامات ديالو وكاين عندهم دابا داسيا سانديرو جديده موديل جديد فما عرفتش واش شفتوها في الفيديو اللي فايز راه درتو ديجا ودرت فيديو ديجا هضرت مع كوميرسيال واحد الصديق ديالي عطانا بزاف تاع المعلومات على داسيا دوستر الجديده وعطانا بزاف تاع المعلومات كيفاش تشريها وتخلصها الا بيتي ميثود كريدي ولا كونطون وكذلك دي كريدي زعما لي فاسيليتي اللي كاينين عند صحاب الرونو فاكيد تنحييكم بزاف وتنشكركم على الدعم ديالكم الله مشروط وان شاء الله فيديو جديد في ماركه اخرى شركة اخرى غادي نغيروا شي شويه نمشيو كاين عندي فيديو جديد غنديروا لكم ان شاء الله على كيا كارنيفول موديل جديد ديالها تنحييكم بزاف كان معكم مجد ارجي توب اوتو ماروك شكرا على الدعم ديالكم